واني ما صدقك. لا انت سامع كاظم الساهر يغني يقول التلدغ الحية بيده يخاف من جرة الحبل. من جرة الحبل. مو احنا هم فترة من الفترات الولد يجيبون نص منا من ايران يجيبون نص من تركيا يحطونهن حطوا لهن براغي صبغوهن وقال توكلنا على الله. اخاف تشتغلون بهاي الطريقة استاذ مصطفى. حقك تسأل هذا السؤال وحق المشاهد انه يسمع لكن انا يعني احنا ما نريد نحبط الناس. انت تشوفني انا كلش متفائل وصراحة صحيح. انا كلش فرحان فما اريد ما اريد احبط الناس. احب صراحتك واحب لكن انا البارحة من افتتحت المجمع الصناعي جبت رئيس الوزراء بوحده لو انا سويت دعوات للوزراء والله انا شفته كلهم واقفين والقاده الامنيين ورؤساء اللجان أي. النيابيه لا انا شفتهم كلهم موجودين من طلعنا جوله وافترينا بالمصانع حضرت سيارات حتى تنقلهم وتشوفون بعينهم لو لا اي اذا هذه شنو دلاله على شنو؟ دلاله انه احنا دا نمشي صح ودلاله انه دا نوطن صناعه لان قانوننا لا يسمح الا بتوطين الصناعه. العجلة المدرعة في كل العالم روح لمصر روح السعودية روح لأي مكان يقول لك كل العالم ده يشتغل يجي لك جيب المحرك وجيب الشاصي لأنه مسألة هناك دراسات جدوى وهناك اقتصاديات من تجيب المحرك وتبني محرك مصانع محركات وهذه تستنزف منك أموال طائلة. أنت تجيب المحرك جاهز؟ جاهز مصنع؟ مصنع في دولة أخرى دولة ومعروف أي هذا المحرك والشاصي كذلك نبدي نحول إلى استخدام عسكري نغير كل شيء تحور لا مو مسألة التحوير كل ما موجود من بالشاصي ما يخص العمل المدني نجيب له مواد عسكرية وكل البناء الخارجي الهيكل. هو يكون كله داخل العراق حتى الكرسي وندرعه ونكمله ونشد عليه السلاح هذا هو اليوم إذا تريد على القيمة المضافة مالته قيمة مضافة جدا عالية صارت فكرة نعرف فكرة التدريع شنو الشكل المناسب شنو هذه العملية اللي نسويها بالتصنيع العسكري التدريع الآن أنت تدرع كل بالكامل. البدي أنت الصنعة بالكامل عندك كمبروسرات وعندك هاي مالت التجريف وعندك ورش العمل وعندك كذا وعندك المادة الأولية تصنعها كاملة أنت عندنا خطوط إنتاج بالكامل عندنا مكائن حديثة ملائمة للقطع لأنه احنا نحكي باختصاصنا الهندسي اليوم من تريد تقطع معدن تقطعه بالولدنج اللحام تشوه المعدن لكنه انت من تجيب القطع اليوم بالقطع بالماء يقطع الحديد بالماء هاي التكنولوجيا المتقدمة بحيث ما يأثر على الخواص الميكانيكية للمعدن هذا موطن عندنا في كل تفاصيله تطلع المدرعة بالتصميم بالكامل نجهزها ونسلمها للجيش ونجربها ونرمي عليها وعندنا فيديوهات من مسافات مختلفة وقريبة أنه المفروض الإطلاقة حسب نوع السلاح ما تخترق هذا الدرع الآن أنتم تدرعون للعسكر مو للمدنيين للعسكر باعتبار إحنا قانوننا يقول أنتم تبيعون فقط للأجهزة الأمنية